بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باطفالي يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. طبعا في مقطع سابق نشرت أن تنظيف أو غسيل الوحدة الخارجية راح يخفض من استهلاك الكهرباء، فبعض المتابعين قالوا ما يحتاج غسيل، يكفي أنك تنفخها هواء وراح تحصل على نفس مثلا انخفاض في الكهرباء من ناحية مثلا عدم الغسيل. وفي هذا المقطع إن شاء الله راح نبين هل الغسيل أفضل أو هل النفخ بالهواء أفضل. طبعا عندي ماكينة نفخ، هذه راح نفخها الله يستر، راح نسوي حفلة من الغبار زين، فالجماعة ممكن يعني حد من الجيران يشتكي علينا ولا يبلغ علينا الله المستعان، ولكن في سبيل أنكم تعرفون الفرق ونشوف هل في فرق أو لا. هذا الكلام ميتر سبق ان شرحت عنه، راح نحطه على الامبير زين، لقياس الامبير نخليه يصفر، بعد ما يصفر ان شاء الله راح نحطه على الاوتو. طبعا راح اقيس اول شيء المروحه، استهلاك المروحه زين، استهلاك المروحه عندي تقريبا 140 ملي. ايضا راح اقيس استهلاك الكهرباء كامل، الامبير 9 امبير، اوكي 9 امبير، هذا طبعا للوحدة كامل كمبرسر. طبعا اقيسها على السلك الازرق لان عندي 3 فيسز زين، ازرق واحمر واصفر الوحدات، هذا شابك على الازرق والاسود راح يكون نوترل زين. الحين راح انفخ هواء، اول شيء راح البس كمام صراحه، اسوي لنا حفله هني يطبل، ما ادري ايش اسوي، بعضهم يقول لك دق هني زين، دق هني راح يطلع معاك كله ما في فايده. انفخ بالهواء الماكينه، شوف بسم الله سوينا حفلة من الغبار مثل ما يقولون. زين التليفون كله غبار، وصل تقريبا خلنا نشغل ليت 8.9، خلنا نتركه شوية دقيقة. طبعا هذه وحدة 2 طن فيها شبكين او جزئين، شبك امامي وشبك خلفي زين. اذا راح تنفخ يجب ان تنفخ الجهتين زين، راح ايضا افك الغطاء وانفخ الجهه الداخليه علشان طبعا فكيت الغطاء. الحين ارتفع معي شوي الامبير 9.2، راح ايضا انفخ هواء والوحده تعمل. راح احط فيها زين وانفخ هواء على اساس ان ما حد يتكلم يقول والله انت ما نفخت.
راح تاخذ 3 دقائق لغاية ما تشتغل. طبعا ردت اشتغلت الوحدة، استهلاك الامبير والغطاء مفتوح 9.3. الحين راح اسكر الغطاء. استهلاك الامبير والغطاء مغلق 9 تقريبا. الحين راح اغسل الوحدة ونشوف الفرق في استهلاك الامبير. راح نقيس الامبير بعد الغسيل. هذه طبعا استهلاك المروحة الداخلية، حاليا بعد مرور تقريبا حدود 5 دقائق 8.9، يعني عندك 100 ملي امبير. تقريبا عندك 100 ملي امبير 8.9 و 9.9. فما ادري انتم يعني شو رايكم، الغسيل افضل امانه، الغسيل افضل من ناحيه ان الغبار راح يزيل لك الغبار زين، الاتربه بدون ما تخيس عمرك، بدون ما تجيب لك غبار، بدون ما تنترس رمل. غسيل افضل، وايضا الجهاز الغسيل افضل من النفخ. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلمة عجبتك. شكرا جزيلا.